جي تبون اجتماع عمل خصص لمناطق التجارة الحرة لا سيما تلك المتعلقة بتندوف مع موريتانيا الشقيقة. بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس هيئة وسط الجمهورية نظم بالمدرسة الوطنية للإدارة ملتقى وطني تحت عنوان وسيط الجمهورية مكسب من أجل خدمة المواطن. أشغال الملتقى التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة وممثلو هيئات دستورية ومؤسسات عمومية تميزت بكلمة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون التي قرأها وسيط الجمهورية مجيد عمور، حيث أكد فيها السيد الرئيس أن هذه المبادرة تسمح بتعميق التفكير وتوسع الحوار والتشاور حول الخدمة العمومية التي يتوجب على الإدارة والمرفق العام توفيرها وتحسينها، مبرزا أن خدمة المواطن ينبغي أن تكون جوهر كل جهد وكل مسعى وكل مبادرة لبناء جزائر جديدة على أسس صحيحة قائمة على الإصغاء للمواطن والاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري. رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر الجديدة ماضية في إصلاحات عميقة وواسعة ليس فقط على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بل من أجل إحداث القطيعة الحقيقية مع الذهنيات والممارسات المقيتة، وذلك بإيلاء كل العناية لأخلاقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله، مشددا على أن كرامة المواطن ليست شعارا ولا كلام مناسبات، بل سياسة ومنهج وأسلوب عمل في الجزائر، مبرزا أن تقريب الإدارة من المواطن ليست شعارا بل محتوى تعكسه الإجراءات والإنجازات في الميدان. وتأتي هيئة وسيط الجمهورية تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية لتكون رافدا هاما في هذا المسعى النبيل. لقد أصبح لهذه الهيئة مع الهيئات الاستشارية الأخرى كالمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني دور متنام في مجال تكريس ثقافة الإصغاء ونقل الانشغالات ورفع العراقيل البيروقراطية المؤرقة وإيصال المقترحات والانشغالات من مختلف شرائح المواطنين إلى الجهات المعنية والسلطات العمومية لمتابعتها والتكفل بها. وإذ أنويها في هذا المقام بالجهود المبذولة من إطارات ومنتسب الهيئات المذكورة، أدعو إلى المزيد من الاجتهاد وروح المبادرة وفتح الآفاق نحو علاقات جديدة ومرنة تساعد على مد جسور التعاون وترفع من القدرة على الإقناع، لتكون هيئة وسيط الجمهورية وغيرها من الهيئات الوطنية بهذه الرؤية التفاعلية المتفتحة في خدمة المواطن حقيقة، لأن خدمته هي سبب وجودها. هذا وتناول الملتقى التدابير المتخذة من قبل القطاعات الوزارية قصد ضمان التكفل الأمثل بانشغالات المواطن وتحسين الخدمة العمومية بمشاركة مندوبي وسط الجمهورية في كل ولايات الوطن عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، من أجل تقييم الأداء وتثمين المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن. وليد صاري. كرامة المواطن ليست شعارا أو كلام مناسبات، بل هي سياسة ومنهج وأسلوب عمل في الجزائر الجديدة. على هذا الأساس استحدث رئيس الجمهورية هيئة وسيط الجمهورية قبل 4 سنوات لتصبح اليوم مكسبا حقيقيا يضع خدمة المواطن على رأس الأولويات. تنفيذ لتعليمات السيد رئيس الجمهورية على إعادة تفعيل سجلات الشكاوي وإدراجها في مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وهو المحور الذي حقق التنسيق مع هيئة وسيط الجمهورية بشأنه أمثل النتائج، كونه سمح أواخر السنة المنصرمة بإطلاق البوابة الإلكترونية لسجلات الشكاوي وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية. وعيا منا بمدى أهمية الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن، اتخذت وزارة المالية في هذا الإطار أو في إطار عملية إطلاق
هيئة وسط الجمهورية للبوابة الإلكترونية لسجلات الشكاوي وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية. هيئة وسط الجمهورية ووفق خارطة طريق واضحة المعالم رسمها السيد الرئيس تدخل مرحلة جديدة بالاعتماد على المقاربات الاستباقية بناء على الشكاوى والعرائض المرفوعة إليها. وقد أضافت هيئة وسيط الجمهورية منذ بداية تأسيسها مطابرتها بمكتسبات عززت قواعد صلبة في تسهيل تواصل المواطن بالإدارة وتثمين أواصر الثقة تحسيناً للخدمة العمومية وعصرنتها. يتوجب علينا الوقوف عند الأدوار القيمة التي قامت بها الوساطة، وساطة الجمهورية منذ اليوم الأول لتأسيسها، بداية من متابعة تجسيد البرنامج الخاص بمناطق الظل ومتابعة ملف المشاريع العالقة ورفع العراقيل عنها للدخول في مرحلة الاستغلال ورفع الانشغالات المرتبطة بملف التشغيل في الولايات الجنوبية وإعادة الاعتبار لسجل الشكاوي. هناك تقريبا تكفل بكثير المشاكل، لكن بصورة عامة ما زالت الأمور تحتاج إلى جهد كبير للقضاء، خاصة على إجراءات البيروقراطية، على عدم إقدام الإدارة في تقديم المعلومة، وعلى ما نسميه بالعدالة في الحصول على خدمات المرفق العام. هيئة وسيط الجمهورية التي تحصي اليوم عامها الرابع تمكنت من إرساء ثقافة جديدة مبنية على سياسة الإصغاء والتكفل الحقيقي بانشغالات المواطن. للذكرى الرابعة لتأسيس وسيط الجمهورية قصد إبراز الأهمية التي وليها السيد رئيس الجمهورية للمواطن الذي وضعه محورا لكل السياسات العمومية والذي يعتبر سبب وجود هيئتنا اليوم. هيئة وسيط الجمهورية ساهمت في إعادة هيبة الدولة من خلال سهرها على تحسين أنماط تسيير الشأن العام والدفع بعجلة التنمية. في التعاون استقبل اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بالعاصمة الأردنية عمان من قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وخلال اللقاء أكد الملك عبد الله الثاني عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن والجزائر والحرص على توسيع التعاون في كافة المجالات خاصة على المستوى البرلماني. العاهل الأردني أكد دعم الأردن للجزائر في إنجاح جهودها الدولية كعضو غير دائم في مجلس الأمن بما يخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. في التعاون العسكري ومواصلة لزيارته الرسمية إلى جمهورية رواندا بدعوة من نظيره الرواندي الفريق أول مبارك موغانغا، استقبل الفريق أول سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بمقر وزارة الدفاع الرواندية من قبل وزير الدفاع جوفينال ماريزا ماندا، ليلتقي بعدها بنظيره رئيس أركان القوات الرواندية الفريق أول مبارك موغانغا. مفدى التلفزيون إلى العاصمة كيغالي أحمد مندريدي. بمدخل المقر العام لوزارة الدفاع بالعاصمة كيغالي استقبل السيد الفريق أول سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من قبل رئيس أركان الدفاع الرواندي الفريق أول مبارك موغانغا. أين استعرض تشكيلة من الحرس الوطني أدت له التشريفات العسكرية. عقب ذلك استقبل السيد الفريق أول من قبل وزير الدفاع الرواندي جوفينال ماريزا ماندا، أين كانت له محادثات استعرض خلالها مسار التعاون العسكري بين جيشي البلدين،
ليتم في الأخير تبادل هدايا رمزية. بعد ذلك كان للسيد الفريق أول لقاء ثنائيا مع نظيره الرواندي الفريق أول مبارك موغانغا، ليتوسع اللقاء بحضور وفدي البلدين. ترأس فيه الطرفان محادثات تناولت التعاون العسكري الثنائي وسبل تعزيزه مستقبلا بما ينسجم وطموحات قيادتي البلدين وإرادتهما في توسيع مجالات التنسيق في الميادين ذات الاهتمام المشترك. وبهذه المناسبة ألقى السيد الفريق أول كلمة جدد فيها تقديره وعرفانه لمضيفه على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق له، مؤكدا أن الزيارة تعد مؤشرا جليا على طموح السلطات العليا للبلدين من أجل بعث ديناميكية جديدة لآلية التعاون العسكري بين الجيشين، وبما يسمح بمواجهة التحديات الأمنية التي تعرفها القارة الإفريقية. إن زيارتي هذه التي تأتي تباعا لتلك التي أجراها إلى الجزائر عام 2022 الفريق الأول جون بوسكو كازورا تعد مؤشرا جليا على طموح السلطات العليا لبلدينا من أجل بعث ديناميكية جديدة على آلية التعاون بين جيشينا وفرصة لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما أنها تعد مرحلة هامة في مسعى التشاور بين مؤسستينا نقطعها سويا على درب ترقية العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون العسكري للارتقاء به إلى مصافي تطلعات قيادتي البلدين، وبما يسمح بمواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها القارة الإفريقية بالفعالية والنجاعة اللازمتين. من جهته أشاد الفريق أول مبارك موغانغا بالإرادة الصادقة للطرف الجزائري في تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية بما يتوافق مع طموحات البلدين الصديقين في إرساء أواصر تعاون مفيد ومثمر للجانبين. قوات الدفاع الرواندية تؤكد أن الجيش الوطني الشعبي هو حقا أحد أكثر القوات العسكرية احتراما ونجاعة على مستوى قارتنا وحتى خارجها، ومن خلال التعاون المطرد في مجال الدفاع فإن قوات الدفاع الرواندية تتطلع للاستفادة من قدرات الجيش الوطني الشعبي والنهل من تجربته وخبرته. وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية. الإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون ونظيره الرواندي بول كاغامي تتجسد حقيقة من خلال زيارة الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية رواندا، حيث تتسع مجالات التعاون لتشمل التعاون العسكري بين جيشي البلدين. أحمد أمين دريدي، التلفزيون الجزائري، من العاصمة الرواندية كيغالي. هذا وقام صباحة اليوم الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة إلى النصب التذكاري المخلد لذكرى وأحداث الإبادة الجماعية، حيث كان في استقباله الجنرال باتريك كاروريتوا مدير التعاون الدولي بالقوات الرواندية للدفاع. مفاد التلفزيون إلى العاصمة كيغالي أحمد أمين دريدي ثانية. السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي استقبل بالنصب التذكاري المخلد لذكرى الإبادة الجماعية بكيغالي من قبل الجنرال باتريك كاروريتوا مدير التعاون الدولي بالقوات الرواندية للدفاع. السيد الفريق أول وضع بالمناسبة إكليلا من الزهور على هذا النصب التذكاري، ووقف رفقة الوفد المرافق له دقيقة صمت على أرواح ضحايا هذه المأساة التي شهدها تاريخ رواندا.
بعد ذلك طاف السيد الفريق أول السعيد شنقريحة برواق العرض التابع للنصب التذكاري، حيث تلقى شروحات وافية عن تاريخ رواندا وعن أهمية النصب التذكاري المخصص لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية في تعزيز مبادئ السلام وقيم التسامح لدى الأجيال الصاعدة من أبناء رواندا والقارة الإفريقية. السيد الفريق أول وبعد توقيعه على السجل الذهبي للنصب التذكاري للإبادة الجماعية أكد على أهمية هذه الزيارة في الاطلاع على تاريخ رواندا العريق. تشرفت اليوم بزيارة النصب التذكيري المخلد للإبادة الجماعية بالعاصمة كيغالي الذي يقف شاهداً على معاناة مئات الآلاف من ضحايا آلة العنف المقيت خلال سنوات التسعينات من القرن الماضي، والذي يقف أيضا شاهدا على بداية مرحلة جديدة في تاريخ هذا البلد الصديق ملؤها الأمل والتطلع إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وإذ أنحني بكل خشوع أمام أرواح ضحايا تلك الأحداث الأليمة، فإنني أقف احتراما للشعب الرواندي الذي عرف كيف يتجاوز هذه المأساة الوطنية من خلال التسامح والمصالحة والتعايش السلمي بين مختلف مكوناته. السيد الفريق أول وخلال رده على سؤال للصحافة الرواندية أبرز دور الجزائر في مقاومة مختلف أشكال الاحتلال ومكافحة الإرهاب. الجزائري bien entendu comme le Rwanda souffert de beaucoup de massacres, beaucoup d'actes criminels que soit fait par les différents occupants ou par le terrorisme aveugle. Ce que je recommande au peuple ami du Rwanda, c'est de s'unir tous contre les tragiques événements du passé. Ne pas oublier le passé, mais en tirer des leçons. Et il faut que la fraternité doit unir tout le peuple rwandais. وبالعاصمة الرواندية كيغالي دائما تنقل السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رفقة الوفد المرافق له، تنقلوا إلى المتحف المخصص لمناهضة أحداث الإبادة الجماعية بالعاصمة كيغالي، حيث طاف بمختلف الأجنحة التي تروي جانبا من الأحداث التي عاشتها رواندا خلال حرب الإبادة الجماعية. في تطورات مرافعة الجزائر على القضية الفلسطينية بمجلس الأمن الدولي من خلال مشروع القرار الذي قدمته بشأن الوضع في فلسطين والذي يدعو إلى وقف فوري للعدوان على غزة، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع عقب التصويت ضد مشروع القرار باستعمال الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو أن الجزائر لن تتوقف حتى يتحمل المجلس كامل مسؤولياته. تقرير نجوى جدي. كلمة الآن للجزائر. على هذه الطاولة التي تناقش فيها شؤون الأمم وأزمات الدول رافعت الجزائر في محاولة جادة لإنصاف الإنسانية في غزة ووقف حرب الإبادة على شعب بأكمله لم يسبق للإنسانية أن رأت مثلها، لا في التاريخ القريب ولا في التاريخ البعيد. إن الوضع الحالي يفرض على الجميع، مثلما أكده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، العمل على إعلاء مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووضع حد
للظلم التاريخي المسلط عليه. إن رسالتنا اليوم لكم هي أنه على المجموعة الدولية أن تتجاوب مع مطالب وقف القتل الذي يستهدف الفلسطينيين، وذلك من خلال المطالبة بوقف إطلاق النار فورا، وأنه على من يعرقل ذلك أن يراجع سياسته وحساباته، لأن القرارات الخاطئة لليوم تحسد منطقتنا والعالم نتائجها غدا، عنفا وعدم استقرار. لم تكن مرافعات الجزائر واستماتتها في مجلس الأمن من أجل فلسطين استعراضا لغويا أو حضورا شكليا، بل لسانا عربيا إنسانيا ثائرا على الظلم، لكن هكذا تسير القرارات باسم الفيتو. 13 صوت مؤيد. لم يكن مفاجئاً أن تتمكن الجزائر من إقناع جل الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتعداد 13 دولة والحصول على دعمها، بما فيها دول كانت إلى وقت قريب تتبنى مواقف أخرى، لكن كما كان متوقعاً أمريكا تمارس حق الفيتو، وبذلك سيواصل الكيان الصهيوني في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. أقول للجميع أننا سندفن شهدائنا هذا المساء برفح، بغزة، بكل فلسطين، وأن الجزائر ستعود غدا باسم الأمة العربية وباسم الأمة الإسلامية وباسم أحرار العالم، ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل الإسرائيلي من دون حساب ولا عقاب. وستعود الجزائر لتدق أبواب المجلس وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين، ولن تتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤوليته ويدعو لوقف إطلاق النار، فإن لنا نفوسا لا تمل وعزيمة لا تكل، يقول بن جامع ويؤكد عليها من هناك في لاهاي ممثل الجزائر وأحرار العالم بمحكمة العدل الدولية في مواقف للتاريخ. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، أكدت الجزائر اليوم في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة على ضرورة الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال وفرض احترامها. وقد أبرز الأستاذ أحمد العربة في مرافعته باسم مجموعة الحقوقيين الجزائريين أن للجزائر قناعة راسخة بأن لا عقاب شيمة الظالمين، مطالبا الهيئة الدولية بإجبار الكيان الصهيوني على وضع حد لعدوانه. التغطية لعفاف بلهوشات والتقرير لزكريا مهوبي. لقاءات تاريخية تلك التي تجري بمقر محكمة العدل الدولية بلاهاي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة 52 بلدا منها الجزائر وثلاث منظمات دولية، رقم يحطم الرقم القياسي للمشاركة منذ تأسيس المحكمة في 1946. L'Algérie a toujours été au rendez-vous.
الجزائر دائما كانت في الموعد عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. نحن من ضمن المجموعة رفيعة المستوى بهيئة الأمم المتحدة، وسنرافع على القضية كذلك بمجلس الأمن. الجزائر تدعو كذلك لوقف إطلاق النار عبر مشروع قرار في غزة. الجزائر لا تترك أي منبر للتعبير عن دعمها المطلق للقضية الفلسطينية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا حول ممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.